السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المغرب يحظى بشرف تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية في هذا التاريخ أعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صباح اليوم الجمعة السادس عشر دجنبر 2022 أنه قرر إسناد تنظيم مسابقة كأس العالم للأندية بالمغرب كما اكد الفيفا ان المغرب سيحتضن هذه المسابقه العالميه خلال الفتره الممتده بين الفاتح من شهر فبراير 2023 الى غايه الحادي عشر من نفس الشهر، وجدد المجلس التنفيذي للفيفا ثقته في المملكه المغربيه من اجل تنظيم واحده من اشهر مسابقات كره القدم على مستوى العالم، وهي المره الثالثه التي تحظى فيها المملكه المغربيه بشرف تنظيم هذه التظاهره الكرويه بعد نسخه سنه 2000 و2014 وستكون المملكة المغربية ممثلة خلال البطولة بفريق الوداد الرياضي الحائز على لقب آخر نسخة من كأس عصبة الأبطال الإفريقية